الساعة 10:30 بالظبط، فاحنا عاملين بث مباشر للمحاضرة دي، هي على مهارات البيع، على السيلينج سكيلز. ف اللي بيسأل الزوم ليه ما بيجيش، خش على الجروب بتاعت التليجرام، هتلاقي فيه الزوم موجود هناك وكل حاجة موجودة، وهنعمل هنا بس هنا، وموجودة برضك على الانستجرام، في هنعمل برضك بث مباشر لايف على كل السوشيال بلاتفورم. قبل ما نطلع لايف على الزوم، في فيديو لسه منزله على المدير الرزل بتاع العيد، المدير الرزل بتاع العيد. طبعا احنا ايه بنبث من كل حته في كل حته، فوي هوب يعني الامور كلها تمشي والدنيا كلها تبقى مظبوطه. وهي المحاضره تقريبا مدتها نص ساعه، هنتكلم على كل الحاجات اللي تخص السيلينج سكيلز، على مهارات البيع. كويس، هنتكلم على كل مهارات البيع. ايه اللي عايز يحضر معانا هيحضر على زوم، هنفتح 10:30 بالظبط، وعلى على كمان انستجرام. ممكن نبتدي نخش على انستجرام دلوقتي. بس هنطلع على كل البلاتفورم. ف احنا كده اونلاين كده على ايه، على الانستجرام كمان. ماشي، يبقى احنا كده طلعنا لايف على كل حاجه، ناقص بس كمان 5 دقايق هنطلع لايف على برنامج زوم. اللي عايز يحضر المحاضره بتاعت مهارات البيع هنبتدي دلوقتي حالا على زوم. احنا بس ايه بنظبط التظابيط. المحاضرة دي محاضرة تعريفية مدتها نص ساعة، يعني نص ساعة هتاخد فيها كبسولة على كل السيلينج سكيلز اللي انت ممكن تعرفها في حياتك. طبعا نص ساعة مش كافية اللي انت تعرف كل حاجة في الوجود، بس نص ساعة كافية اللي انت تبتدي تحط رجلك على اول الطريق، اللي انت تعرف ازاي تبتدي وعندك فكرة تحاول توصلها لكل الزبائن بتوعك وكل العملاء بتوعك. فهو احنا هنبقى مستعجلين، الوقت هيجري بسرعة. كويس، نص ساعة فقط، ودي محاضرة تعريفية، يعني انت عمرك ما هتعرف كل مهارات البيع وكل حاجة في نص ساعة. يعني فيش حد بيتعلم كل حاجة في الدنيا في نص ساعة، لا، بيتعلمها في ايه حبيب قلبي. اللي عايز يخش معانا يخش على قناة التليجرام على برنامج زوم. انا 3 دقايق وحبتدي. اللي عايز يحضر معانا هنا على الانستجرام او على التيك توك، وعاملين بس مباشر على كل البلاتفورم المختلفة. في حاجة جديدة كده عاملينها، بحيث ان احنا النهاردة نحاول نفيد الناس. احنا ليه بنعمل كده؟ ناس بتقول لك انت مجنون، انت ايه اللي بتعمله ده؟ فعايز اقول لك اللي انا عدت عليا فترات اللي انا كان عندي مديرين ما مش بيساعدوني، فانا قررت اساعد الناس. فهو ده الاوبجكتيف بتاعنا، وهو ده الهدف الرئيسي بتاعنا. دي محاضره تعريفيه عن مهارات البيع، السيلينج سكيلز. فهنبتدي كمان دقيقه او نص او دقيقتين، وهنبتدي جو ثرو لمده نص ساعه كامله، وهيبقى في مفاجاه، في مفاجاه في نهايه الايه، في نهايه المحاضره بتاعه مهارات ايه البيع. خلينا نبتدي كده ايه، نقفل ده بسرعه ونفتح بقى الزوم الاساسي. يلا بينا، سموا الله سموا الله. طبعا هو دلوقتي بيفتح المحاضره بتاعت زوم عشان نبتدي ندخل الناس واحد واحد، وهو الدنيا تفتح والامور كلها تبقى تمام والدنيا تمشي زي الفل باذن الله. هو كونكتنج اهو، اهو الكاميرا اشتغلت اهي. هنبتدي بقى ايه ندخل الناس. دخلنا كل الناس اهو، الوقت بقى طبعا هيبتدي اهو. كل الناس اللي هتجوين معانا هندخلها. شباب كلنا نقفل المايكات بعد اذنكم.
ونبتدي نعمل ايه ريكورد. احنا في خلال دقيقة ونص او دقيقتين هنبتدي يا شباب، عشان بس ايه الناس اللي موجودة معانا. ازيك يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ تمام يا دكتور، اخبارك ايه؟ دلوقتي احنا طالعين لايف عشان بس الناس اللي تبقى موجوده معانا، احنا طالعين لايف على كل البلاتفورم، طالعين على الـ على الـ على الانستجرام، طالعين على التيك توك، وموجودين هنا على زوم، والفيديو ده هيتسجل وهينزل على اليوتيوب، وهيبقى فيه مفاجاه نهائيه كده لكل الناس اللي حضرت معانا ان شاء الله. انا برحب طبعا بكل الشباب الجميل اللي موجود هنا. أنا في خلال دقيقة هبتدي على طول، لأن المحاضرة دي محاضرة صغيرة مدتها نص ساعة، هتبقى هنتكلم على كل مهارات البيع اللي موجودة في الدنيا. طبعا مفيش حاجة اسمها بندي كل مهارات البيع اللي موجودة في الدنيا كلها في نص ساعة، بس دي محاضرة تعريفية، وفي مفاجأة في الآخر هنقولها كل الناس. أنا مبسوط جدا طبعا بالشباب الجميل اللي هم يعني كل الناس اللي عايزة تحضر واللي عايزة تتعلم واللي عايزة تجد لنفسها مكان في الحياة. يا ريت كلنا نقفل المايكات عشان ايه؟ عشان نبتدي نسمع بعض ونبتدي نتفاعل مع بعض. ممكن ندي في الاخر 10 دقايق لكل الناس اللي هي عايزه تشارك او عايزه تقول حاجه او عايزه تعلق او نفسها تعبر عن حاجه او تقول كومنت معين او فيدباك معين. طبعا في عدد كبير جدا موجود هنا، وفي عدد كبير جدا موجود على الـ على الـ على التيك توك وعلى الانستجرام جدا موجود هنا، وفي عدد كبير جدا موجود على الـ على الـ على التيك توك وعلى الانستجرام. وهقول لكم بالظبط الاستاتستكس بتاعتنا في الاخر هتبقى عامله ازاي وكم واحد حضر، لان اكتشفت ان في ناس كتيره قوي يعني عاوزه تتعلم مهارات البيع، لان مهارات البيع هي من الحاجات الاساسيه اللي موجوده في الايه في الدنيا كلها. فخلينا تشير السكرين. انتوا كله شايف كده وكله تمام؟ يلا بينا. تامر شايف السكرين يا تامر؟ يلا حبيب قلبي، يلا حبيب قلبي. انا عايز ارحب بس يعني نبتدي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نرحب بكل الشباب الجميل الموجود هنا. دي المحاضرة التعريفية لمهارات البيع، كويس؟ طب مهارات البيع دي مين بيحتاج مهارات البيع؟ في ناس فاكرة ان مهارات البيع دي هي مخصصة بس للناس البياعين، يعني الراجل اللي هو بيتحط في ايه في التايتل بتاعه او بيتحط في السي في بتاعه او بيتحط في الكارت بتاعه، اللي هو راجل سلزجي بالبلدي كده. عايز اقول لك لا، دي معلومة خاطئة. ان مهارات البيع دي اول واحد بتاعه او بيتحط في الكارت بتاعه، اللي هو راجل سلزجي بالبلدي كده. عايز اقول لك لا، دي معلومة خاطئة. ان مهارات البيع دي اول واحد واشطر واحد عنده مهارات بيع هو اخوك الصغير او ابنك الصغير او ابن اختك الصغير او اي حد تعرفه صغير، لان هو عنده مهارات بيع بالفطره. يعني عايز تقول لي يا عم عطيه؟ عايز اقول لك ان الناس كلها عندها مهارات بيع، بس الناس مش بتنميها، لان العالم كله قايم على فكره. يعني ايه العالم كله قايم على فكره؟ يعني طارق اقفل المايك يا طارق بعد اذن حضرتك. العالم كله قايم على فكرة، يعني الناس كلها عندها فكرة وعايزة توصلها للآخرين بأشكال مختلفة. في أفكار وحكايات أنت بتبقى عايز توصلها وبتاخد منها بروفيت. البروفيت ده ممكن يكون فلوس، البروفيت ده ممكن يكون سمعة، البروفيت ده ممكن يكون ريبيتيشن، ممكن يكون حاجات كتيرة قوي، ممكن يكون لونج تيرم اللي أنت عايز تبني علاقة مع الزباين دي أو مع الناس اللي أنت عايز تبيع لهم الفكرة بتاعتك دي، بس مش هتاخد الريتيرن بتاعها والريزلتس بتاعتها دلوقتي، لا هتاخد الريتيرن ده والريزلتس بتاعتها قدام، كويس؟ طبعا اللي عايزين نقوله ايه؟ اللي انت ممكن تكون طالب، ممكن تكون موظف، ممكن تكون بتشتغل تيلي سيلز على كول سنتر، ممكن تكون مدير، ممكن تكون غفير، ممكن تكون سي او رئيس مجلس اداره الشركه،
طب نعمل ايه؟ اللي انت البياع الشاطر ده لما تقعد مع حد كده تقول له ايه، بص بقول لك ايه، انت بياع بالفطره، فيستغرب كده ويبص لك يعني ايه بياع بالفطره. طب البياع ده مواصفاته ايه ومميزاته ايه واسمه ايه؟ يعني لما تشوفه كده تعرف لده بياع ازاي. ان هو لازم يكون اول حاجه يكون هو البادئ على طول، بيجي لك بيقول لك افكاره، ما يقعدش يستنى ان هو انت تقول له ويقول لك، لا ده هو كابس عليك على طول وبيحكي لك حكايته وبيقول لك هو عنده ايه، بس شغال بطريقه ايثيكال، طريقه صح، ويبقى سيلف ديبندنت، يعني مش مستني مديره يقعد يقول له والنبي يا عم تامر يا عم احمد يا عم محمد عادل عطيه يا فلان روح لفلان ولا علان، لا ده هو بيعتمد على نفسه وبيجري. من اهم الحاجات في البياع الشاطر ان هو يبقى سيلف موتيفيتد، ان دايما الحياه كلها احباطات، تنزل الصبح تلاقي كاوتش العربيه بتاعك نايم، تروح تلاقي ابتدى النسكافيه بتاعك نسيته، واثق في الشركة اللي هو بيشتغل فيها، واثق في المستحضر اللي هو بيبيعه. أهم ثقة يكون واثق في نفسه، لأن ممكن الشركة متبقاش كبيرة، ممكن المستحضر ما يبقاش جامد، بس هو في الآخر عارف بيعمل إيه لأنه واثق في نفسه. في بياعين كبار قوي ووصلوا في أماكن كبيرة قوي وكانوا بيشتغلوا في شركات صغيرة، وبعد شوية المنتج أو المستحضر اللي هو بيتكلموا عليه بيرتبط باسمك، يقول لك آه عطية بتاع الماركتينج. مش لازم تعرف اسم الثلاثي ولا اسم الرباعي ولا اسم الخماسي ولا أنا ساكن فين ولا أنا منين ولا بلبس إيه، بس بتربط الاسم بتاعي بالمنتج اللي أنا ببيعه. المنتج جماعة عشان نبقى احنا متفقين مش لازم يكون إيه، مش لازم يكون حاجة تنجبل، مش لازم يكون ساعة، ما يكونش ألم، ما يكونش موبايل، لا ممكن تكون خدمة، ممكن أكون شغال في شركة صرافة، بشتغل في فودافون، بشتغل في حاجات كتيرة قوي، بس ما تكونش إيه ممسوكة باليد. طب البياع بقى يكون عنده إيه؟ مميزات البياع الشاطر إيه؟ مميزات البياع الشاطر يكون عنده assertiveness، يعني إيه؟ يعني يكون عنده رزل، عنده غتاتة بالبلدي كده، بيلزق. دايما انا اقول ايه، البياع الشاطر بيلزق في قفا الزبون. يعني ايه بيلزق في قفا الزبون؟ يعني يعرف اللي انت عندك حاجه ونيد اللي انت تشتري ما يسيبكش. assertiveness اللي هو ايه، يفضل وراك، يفضل يقول لك اصل المنتج بتاعي مش عارف عامل ازاي، اصل انا ببيعه كذا، اصل سعره كذا، طب هتاخد بعد العيد، طب هتاخد قبل العيد، طب هتعمل مش عارف ايه، وتفضل يفضل وراك وما يسيبكش. طب ايه الكواليفيكيشن؟ انا عرفت دلوقتي مميزات او صفات البياع الشاطر كويس ومميزاته. طب الكواليفيكيشن مهاراته لازم يكون عنده ايه؟ لازم يكون البياع الشاطر ده عنده حاجه اسمها هيومن ريليشن شيب، بيعرف يتعامل مع البشر، بيعرف يتعامل مع الناس، بيعرف يتعامل مع الدنيا. يعني ايه؟ يعني انا بكلم محمد هلال، بكلم ايمن، بكلم تامر، بكلم عطيه، ده هيومن تو هيومن. ما ينفعش انا ابعت له رساله تكست كده سوف يتم يرد عليك، لا ده عايز. وكلنا يا جماعه كنا في بدايه حياتنا الكلام بيقع مننا وما بنعرفش نقول كلمتين على بعض، بس عشان نبقى متفقين ونبقى عارفين. طبعا دي مهارات البيع للبياع الشاطر في نص ساعه، عمرك ما هتبقى بياع شاطر في نص ساعه. مهارات البيع دي يا جماعه الناس بتكتسبها في سنين، والناس اكيد توافقني على كده، البياعين القدام اللي موجودين معانا هنا وانا عارفهم بالاسم. المهارات دي بتكتسبها في سنين، بس انت لازم النهارده تعرف السكيلز الاساسيه اللي تخليك تبقى صح. اول حاجه الهيومن ريليشن شيب، اللي انت بقى ايه، اللي انت تقدر تعرف دماغ الزبون بتاعك ماشيه ازاي، هو بيحب ايه، هو عاوز ايه، لان هو ده اللي هيوصلك للطريق الصح. تاني حاجه اللي انت لازم تبقى انت يعني لوه في نفسك، تبقى لابس نظيف، قميص ب 200 جنيه بس كلته نظيفه، ما يبقاش كله طينه، كل يوم الميه والصابون دي ارخص حاجه، كل يوم بتاخد دش، كل يوم بتحلق دقنك، تبقى نزيه في نفسك، ما تروحلوش بقى عرقان ومطين ومبهدل والقميص طالع بره البنطلون وتقول له اصل انا كنت ببيع، اصل الدنيا حر، اصل مش عارف ايه. لازم تبقى انت تعرف كويس البادي لانجوج، تعرف مهارات البيع بتاعتك عاملة ازاي، مهارات الدنيا اخبارها ايه، انت شايف الدنيا ازاي. اللي انت بقى
ما تلبسيش بقى البدله اللميع بتاعت بنت فرح بنت خالتك وتروح بقى وفاكر انت كده شياك، ولا تلبس له كاجوال وبنطلون بقى مقطع بتاع المهرجانات ده وايه وبتاع سواقين التوك توك وتقول انا كده لابس كاجوال. ما تبقاش تو اجريسيف، ما تبقاش عنيف تنط في 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 زور الزبون وكل ما يقول لك كلمه تروح ناطط في زوره. اوعى تتكلم في الدين ولا في السياسه كويس ولا في الجنس، ولا تدخل نفسك في حاجات، لان انت ممكن تخش مع واحد بتكلمه على الاهلي وهو زملكاوي، بتكلمه على الشنطه مش مقطعه الدنيا تمشي معاك زي الفل كويس. ما تخشلوش بقى عرقان ومبهدل. لو انت النهارده شغال وبتقابل زباين يبقى انت لازم تعمل حاجه اسمها تبقى لابس جرافات، تبقى لابس بزنس كاجوال، يعني قميص على جاكيت على قميص شياكه كويس. مش لازم تكون حاجه غاليه بس لازم تكون حاجه نظيفه. الشباب اللي فاتح المايك يقفلوا يا شباب. هو لازم نبقى عندنا مهارات البيع، اللي انا لازم اعرف الافكس بتاعت الميتنج وبتاعت الزوم، مش هخش افتح المايك واعيش حياتي واسيب الناس تتكلم والناس اللي تعبانه. من اهم الحاجات اللي انا لازم ابقى هارد ووركينج. يعني ايه هارد ووركينج؟ يعني بتعب بنزل الصبح وبرجع اخر النهار عامل ايفورت، ابقى سيلف ستارتر، ابتدي بنفسي وعندي بيرزيستنس، ابقى ريزل، ابقى ريزل، ابقى ريزل. يعني ايه ريزل يا عم عطية؟ يعني النهارده اعرف الطريق اللي انا همشي فيه وامشي فيه، اعرف السكه اللي هتوصلني للطريق الصح وما اسيبهاش. اللي انا ابقى سمارت بقى، سمارت دي تخش تحت حاجات كتير قوي. دايما احنا في الماركتنج دايما بنختار كلمه صغيره وبيبقى عليها كلمات كتير قوي، زي سمارت الاس اللي انا عندي سكادول في المواعيد، انا مظبط الوقت بتاعي، التايم بتاعي مظبطه في الطريقه الصح، عندي ريشن يور تايم متظبط الوقت بتاعي على البيع، ما اخش اقعدش مع زبون ساعه واقعد مع زبون تاني 3 4 دقايق، الزبون ابو ساعه ده ما يشتريش مني حاجه وال3 4 دقايق ده اللي كان هياخد مني البيعه ام مليون جنيه. من اهم الحاجات بقى ان البياع الشاطر يبقى عارفها الاليمنتس اوف سيلز بروسيس، يبقى انا عندي معلومات قويه جدا على ايه بقى، على البرودكت بتاعي، معلومات قوية جدا على الكاستمر على الزبون اللي انا هبيع له، معلومات قوية جدا على الديستريبيتور بتاعي. من اهم الحاجات اللي انا ابقى شايف الكمبيوتر اللي انا بشتغل معاهم، التريتوري اللي انا بشتغل فيها المنطقة يعني كويس، والبياعين اللي حواليا والبياعين اللي شغالين جنبي واللي معايا. دي من الحاجات الاساسية لاي سيلز بروسيس، لاي خطوات بيعية. من اهم حاجه البرودكت نولج، ما اروحش ابيع منتج ويقول لي اصل هو ده بيتاخد ازاي او العلبه بتتفتح ازاي واقول له لا ما اعرفش، ما يقوليش ده سعره كام واقول له ما اعرفش. فانا لازم انا يكون عندي البرودكت نولج دي فروم اي تو زي، عارف كل فتحه للعلبه فتح ازاي، اتعملت فين، الروماتيريال اتعملت فين، اتصنعت فين، بتيجي منين، مين اللي بيشتغلها، الماده المتسلفنه بتاعتها عامله ازاي، ابقى عارف النو هاو بتاعت كل حاجه من الحاجات اللي انا بشتغل عليها، لان الحاجات دي من الحاجات المهمه جدا. الناس اللي شغله دماغها بالمحاضره بتاعت مهارات البيع اللي هي بتسال على الشهاده قبل ما تعرف المعلومه، يا جماعه الخير الشهاده، خد الشهاده زي ما انت عاوز وهبعت لك 10 شهادات، بس انت بتعرف ايه؟ الناس اللي كعملت كل ما اقول لهم عاملين محاضره على مهارات يقول لي الشهاده هاخدها ازاي؟ هي الشهاده امتى؟ يا جماعه الخير المعلومه اهم من الشهاده، المعلومه اهم من الشهاده، تعالى اديك 10 مليون شهاده. حاضر يا باسم، هخليك تقول يا باسم، حاضر حاضر اخلص وهندي 10 دقايق باسم في الاخر. بشوف بص راجل محترم فاهم مهارات التواصل الجيد، بيرفع ايده وبيقول والله يا عم عطيه عايز اقول حاجه، هقول له حاضر يا باسم في اخر 10 دقايق هديك ايه، هديك فرصتك تقول. حاضر يا حبيبي كويس. تاني حاجه ان البرودكت نوليدج الجنرال انفورميشن، ابقى عارف تفاصيل التفاصيل زي ما قلت لك، لازم ابقى فاهم الكاستمرز كويس، الزبون بتاعي ابقى عارف دماغه، اعرف الزبون ده هو بيفكر ازاي، النيت بتاعته عامله ازاي، حكايته اخبارها ايه، دنيته ماشيه ازاي. لو حبيت اعرف بقى في حاجه اسمها الديفينيشن
او تعريفات الزباين. في حاجه اسمها suspect، وبعد كده prospect، وبعد كده user customers، وبعد كده customers حقيقي اللي هو بيجيب لي البروفيت. بقى السسبكت ده يعني مشتبه فيه. يعني انت النهارده لما بتتفرج على فيلم على نتفليكس بس يقول لك اه ده المشتبه فيه ده، يعني ايه مشتبه فيه؟ يعني مفيش دليل لسه عليه. وبعد كده بيتحول لبروسبكت، يبتدي تظهر عليه امارات ان هو هيشتري، وبعد كده يشتري فيبقى يوزر، وبعد كده يبقى زبوني، وبعد كده الزبون اللي بياكلني العيش وبيديني الايه الايه الفلوس اللي انا بعيش عليها. طب الزبائن دول حوصل لهم ازاي؟ في حاجه اسمها ميل ليستنج وكفرج ليست. الميل ليستنج دول اللي هو كل الزبائن الموجودين في الحياه، كل الزبائن الموجوده في الدنيا، كويس، في بقى في مستودعات، في اماكن، في مستشفيات، في تكنيشن، في مش عارف ايه. في حاجه اسمها كفرج ليست بقى، دي الليسته اللي انا بزورها، الزبائن بتوعي اللي انا بروح لهم. في واحد هنا اسمه محمد عطيه، ده اخويا ده ولا ايه؟ ايه الجمال ده؟ اهو محمد عطيه منور يا نجم النجوم. ميرسي يا دكتور، ده بنورك حبيب قلبي، حبيب قلبي. هاجي لك تاني، اخلص بس واجي لك على طول، هاجي لك. كويس. في حاجه اسمها كفرج ليست. ايه الكفرج ليست دي بقى؟ اقفل المايك يا محمد. اللي فيها ايه؟ الدكاتره، الكاستمرز بتوعي انا، الكاستمرز بتوعي، تمام. ايه الكاستمر نيد بقى؟ اللي انا بقى عارف الايه بقى، هم عاوزين ايه؟ عاوزين يبقوا افكتيفنس، عايزين سيفتي، عايزين افيلابيليتي، عايزين سيرفيس كويسه، عايزين برايس حلو، عاوزين حاجات كتيره قوي هم محتاجينها. طب انا بشتغل النهارده مع موزعين، ايه الموزعين دول؟ يعني ايه موزعين؟ بشتغل مع ناس اللي هو الموزعين بتوع المنتج بتاعي. ما انا عمري ما مهما اوتيت من قوه ما بقدرش اوزع المستحضرات بتاعتي على كل الدنيا. فانا بعمل ايه؟ بدي لموزعين، بدي لديستريبيتور. زي النهارده انت عمرك ما بتروح محل او سوبر ماركت تقول له انا عايز بيبسي، يقول لك ما فيش. ليه؟ لانه عنده قوه باور بتاع ديستريبيوشن قوي جدا، ان هو يقدر يعمل ايه؟ ان هو يقدر يوصل لكل المناطق في كل حته، بيوصل لها مش عن طريقه هو، بيوصل لها عن طريق الموزعين. فبيشتغل مع موزعين اقوياء، فايه يقدر يوصل لاكبر عدد من العملاء اللي هم الايه السوبر ماركت والمحلات، عشان يقدر يوصل لنا كاند يوزرز. الكومبيتور اخبارها ايه؟ لازم انا ابقى شايف وعارف الكومبيتيشن اخبارها ايه، لان انا مش عايش في الدنيا لوحدي، انا عايش ومعايا ناس تانية عايشين معايا، كويس. الناس التانية اللي عايشه معايا دي بتعمل ايه؟ بتتعلم، كويس، بتشتغل، بتنزل برودكت تاني، بتنزل مستحضر تالت، عايشه في الحياه. فانا لازم انا ابقى ايه؟ عايش في وسطهم انا كمان. فانا لازم ابقى عارف الكمبيوتر بينزله ايه؟ اسعاره ايه؟ بينزل فين؟ بيبيع فين؟ بيعمل ايه؟ كويس؟ ولازم انا ابقى عندي حاجه اسمها اتيتيود اجينست الكمبيوتر، لان الكمبيوتر ده هو منافس ليا، بس مش معناه اللي هو عدو، اللي انا اخش بقى للزبون واقول له ده بيحطوا ميه، ده بيحطوا جاز في المنتج، ده انت لو شوفهم بيعملوه ازاي تحت بير السلم، ده مش عارف ايه، دول مش عارف من اخواننا البعدة. لا، لازم يكون في ريسبكت، احترام للمنافسين، فيرنس، اقول اللي ليا واللي عليا، كويس، وثقه في المنتج بتاعي. من الحاجات المهمه قوي اللي انا لازم ابقى عارف ايه؟ انا عارف السيلز اكتيفيتي، الناس بتبيع ازاي، طريقه توزيعهم، عدد المندوبين، بينزلوا لونشنج للمستحضرات امتى، ايه الاوفرز اللي هم بيعملوها، ايه البرايس ليست اللي هم بيقدموها، بيخشوا المنصات امتى، بيعملوا ايه. طب انا هعرف الكلام ده ازاي؟ هعرفه عن طريق زمايلي، هعرفه عن طريق الكاستمرز بتوعي، هعرفه عن طريق السيرش اونلاين، عن طريق طول ما انا بلف على رجلي وبلف بعربيتي وبروح للزباين وبروح للناس، هعرف الكمبيوتر عاملين ايه. لو انا نايم في بيتنا بقى ولا هعرف اي حاجه، وهتلاقي الناس كلها شغاله ولا انا يعرفوا عني حاجه. من الحاجات المهمه قوي اللي انا كبياع شاطر ابقى عارف التريتوري بتاعتي، الجيوغرافيكال اريا اخبارها ايه. انا بشتغل في حته معينه، بشتغل في مكان معين، بشتغل على لسته معينه، الكلاسيفيكيشن بتاعتي الكاستمرز بتوعي ايه، لان انا بشتغل على ايه
وعلى بي، ما بشتغلش على السي ولا على دي ولا على الاف. فانا بشتغل على الناس اللي عندها بيرشيزنج باور، اللي بيقدروا يشتروا. فانا لازم اجي اول الشهر المدير يقول لي انت التارجت بتاعك 1000 علبه. ايه ده 1000 علبه؟ لا مش هعرف ابيع. لازم ابتدي اعمل ايه؟ اعمل تارجت بريك داون، اطلع العملاء بتوعي واقسم العملاء بتوعي واشوف مين يقدر ياخد مني ايه. هروح كل زبون، هروح لكل قد ايه، هعمل معاه ايه، ايه الفيدباك ايه، وبعد كده يبقى عندي ريبورتنج وريكوردنج لكل واحد اخد ايه وعمل ايه. مع التكنولوجيا دلوقتي عن طريق السوفت وير والكمبيوترز بتقدر تطلع كل الحاجات اللي انت عايز تعرفها بضغطه ايه زرار. من اهم الحاجات اللي انت تعمل ريكوردنج وريبورتنج ليه؟ لمديرك، لمدير مديرك. ممكن تبقى احسن واحد في الوجود بس محدش شايفك ولا حد سمعك. فانت لازم تعمل زياراتك كل يوم، انت رحت لمين وفلان وعلان، عن طريق ديجيتال بتبعت، عن طريق سوفت وير بتبعت، عن طريق الواتساب لو طريقه بلدي، عن طريق ريبورتات مكتوبه، عن طريق ايميل، عن طريق عن طريق عن طريق. في حاجه بقى اسمها ديلي ريبورت، ويكلي ريبورت، مونثلي ريبورت. من الحاجات الاساسيه اللي احنا مش هنخش بيها بس احنا هندي اوتلاينز ليها كده كويس، اللي هي السيلينج بروسيس، البيرسونال سيلينج بلان. اللي انا لازم الاول حاجه تحت اعمل حاجه اسمها بروسبكشن. هقولها بسرعه كده. بروسبكشن لو انت دورت على كلمه بروسبكشن على جوجل ترانسليت هلاقيها اللي هي ايه؟ الغربله او التنقيب، اللي انا اقعد افرز كده الحاجات اللي هي الطوب الصغير من الطوب الكبير. زي المنخل كده، الست بتاعت البيت لما بتعمل منخل بتعمل ايه؟ بتنزل الحاجات الصغيره من الشبكه الصغيره وتخلي الحاجات الكبيره فوق. فانا بعمل كده، بعمل بروسبكشن، وبعد كده بعمل بري ابروتش. اعرف البروسبكشن يعني ايه؟ يعني اعرف مين الزباين، مين بيشتري، مين معاه فلوس، مين بيقدر يعمل كذا، مين بيخلي، مين بيروح، مين بيجي. فدي من الحاجات الاساسيه اللي انا لازم انا ابقى عارفها كويس كويس. وبعد كده اعمل حاجه اسمها بري ابروتش، اللي انا ابتدي احضر نفسي للزباين دول، هقول لهم ايه ويقولوا لي ايه. لازم يبقى عندي برودكت نوليدج، اعرف اذاكر واقعد اذاكر مع نفسي واذاكر مع شركتي ومع منتجاتي ومع الكمبيوتر، انا منتجاتي ميزتها ايه وايه المميزات بتاعتي اوفر الكمبيوتر. بعد كده ابتدي اعمل ابروتش بقى، ابتدي اروح اخبط على الزباين واقول لهم بقى انا عم عطيه، انا عندي كذا، ببيع كذا. كويس، ولها خطوات طويله جدا وموضوع كبير قوي. فانا لازم عايز اعمل ايه هنا بقى؟ عايز اوصل له. يا جماعه لو سمحتوا اللي فاتح المايك يقفل المايك، دي برضك من مهارات البيع اللي انت يبقى تقدر تقفل المايك عشان ما تعملش ما تشوشرش على الناس. فانا رايح اعمل ايه بقى؟ رايح اعمل الايه، المين ايديا. المين ايديا اللي هي الفكره الاساسيه اللي انا رايح اوصلها للزباين بتوعي، اللي انا رايح ابيع المنتج معين، رايح اوصل له عايز ابيع 1000 يونت من الصنف ده، عايز اعمل كذا. كويس، وبعد كده بيطلع لي بقى ايه؟ بيطلع لي خوازيق. يعني ايه بيطلع لي خوازيق؟ يعني يطلع واحد يقول لي اصل المنتج بتاعكم مش كويس، اصل انا جربته وحصل لي كذا، اصل 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 اصل. فيبتدي يحصل لي ايه؟ يبتدي النهارده اعمل ايه؟ يبقى اعمل له حل المشاكله، ابتدي اعمل له هاندلنج للاوبجكشن بتاعته، وهو يرد عليا واحل له مشاكله ويبقى الموضوع كله تمام. وبعد كده ببتدي اعمل ايه؟ اعمل كلوزنج للايه؟ للبيع. من اهم الحاجات اللي انا اقدر ابيع البيع وابيعها كويس، بس بعد ما اعمل ايه؟ بعمل جود كلوزنج. البيع ما بتنتهاش على كده يا جماعه، الموضوع متكرر، بلف وارجع تاني وابتدي ارجع اعمل ابروتش وعندي مين ايديا وهاندلنج اوبجكشن. لان في مشكله دايما بتبقى عند البياعين اللي هو ايه؟ الكلام بيخلص عنده، يروح يقول له كل الحاجات بتاعته مره واحده والموضوع بينتهي. فالموضوع ايه؟ الموضوع مش كده خالص، الموضوع متكرر وطويل وجميل. الناس اللي بتقول لي بحبك يا دكتور عطيه، والله العظيم ده انا بحبكم، ناس محترمه وجميله، ربنا يخليك يا حبيب قلبي والله العظيم. خلينا قبل ما نجيب اخر سلايد، انا خلصت. لو حد عنده كومنت تحب تقول حاجه مستر تامر؟ يا دكتور. ايه يا حبيب قلبي، تحب تقول حاجه؟ لا والله انا مستمتع بكلامك. ربنا يخليك. بص يا تامر، دي محاضره تعريفيه كده في السريع على مهارات البيع.
واحنا هنعمل الشباب كلها هنعمل كورس كامل على مهارات البيع وهديكوا تفاصيله كلها في الاخر. فانت طلعت بايه النهارده كده عم تامر؟ والله دكتور انت الكلام ده كله انت ازاي تقدر تتعامل مع العميل او مع القسم، ازاي تكون شغال على القسم وانت مش مستعد ليه. مثلا تكون القسم بتبص للشكل الفاضي، الشخص اللي جاي ولابس بدله كرافات طاقه البرفيوم، في تقدير للراجل اللي رايح، ملم بالمنتج بتاعه، مش هتبيعه تجري، عارف لو سالك في اي حاجه هترد. برافو عليك. مستمع جدا، مستمع جدا ليه، اسمع من سماعك القسم ده هو عايز ايه، هتديله اللي انت عايزه. يعني انت اسمع له هو عايز البيع اللي انت عايزه، انت هتغير له المنظومه اللي في دماغه من ناحيه منتج معين، هتبيع له اللي انت عايزه. بس اسمع له، لو قطعته في الكلام او حسيت ان انت عايز تتكلم اكتر هو هيحس بخوف. نقطه لو وصلوا شعور الخوف هيوصلوا ان في المنتج ده في حاجه غلط. برافو عليك، برافو عليك، اشكرك يا تامر، حاجه جميله جدا. وتامر ده يا جماعه من اكبر البياعين الموجودين في الخليج، وراجل بياع قديم، وشرف ليا طبعا ان هو يحضر معايا يعني في حاجه زي كده يعني. باسم تقدر حبيب قلبي، باسم تحب تقول حاجه؟ باسم عشان انت رافع ايدك من بدري يعني. احمد طارق، حد عايز من حاجة تانية يا شباب من الناس الموجودة؟ عشان أنا هقول لكم بس هنعمل إيه في الأيام الجاية. طيب أنا دكتور، قول يا حبيب قلبي اتفضل. أنا آسف والله، بس أنا دلوقتي أنا عندي شغل، أو ممكن المحاضرة تبقى مثلا على الساعة 5 6 كده، عشان أنا بيبقى عندي شغل. عايز تقول أي حاجة حبيب قلبي على المحاضرة اللي أنت سمعتها دلوقتي؟ سيبك بس من الحاجات دي. انا الكلام حضرتك استفدت منه كتير جدا والله. انا كده كده انا شغال في شركه اندرايفر، تمام، والحاجات دي فعلا كلام الكلام اللي حضرتك قلته انا استفدت منه، لان انا كنت بنزل للعميل بقول له بعرفه على منتجات الشركه، بقول له شركه اندرايفر موجوده في 31 دوله، بحاول ايه اعرفه عن المنتج. ففي كلام انا استفدت منه فعلا. برافو عليك. بصوا عشان بس احنا متفقين برضو، ده بريف كده، احنا هنعمل بقى كورس كامل على مهارات البيع، من 3 محاضرات على زوم. الثلاث محاضرات دول يناسب مين بقى؟ عشان الناس اللي بتسال، بيناسب الطلاب، الناس اللي بتدور على شغل، الموظف في اي شركه، مندوب المبيعات، الكول سنتر، المديرين، السي اوز، الناس الاكزيكاتيف، كويس؟ بتدور على شغل، الموظف في اي شركه، مندوب المبيعات، الكول سنتر، المديرين، السي اوز، الناس الاكزيكاتيف، كويس؟ باسم عايز تقول حاجه؟ متشكر يا حبيب قلبي. احمد طارق او باسم حد عايز يقول حاجه؟ ماشي. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا باشا. عامل ايه يا حبيب قلبي؟ الله يخليك، الحمد لله. انا ابراهيم، شغال في المملكه العربيه السعوديه. اهلا بحضرتك. شغال في السيلز، تمام، يا اهلا بحضرتك. انا شغال في السيلز، شركه عصام قدامي. وحضرتك بس يعني انا استفدت طبعا من حضرتك الكلام اللي حضرتك كله اتكلمته، تمام، جزاك الله كل خير، تمام. وبرضه من اختار حضرتك يعني من الكلام اللي انا استفدته برضه، ان انا لما بدخل على العميل انا مثلا انا واجه نفسي، واجه شركتي اولا، واجه نفسي، تمام. انا لما بدخل بعرف العميل بالمنتج بتاعي، بشتغل على المنتج بتاعي، اولا لازم يكون عندي طريقه اقناع للعميل، لازم اقدر ادخل للعميل من المنتج بتاعه اللي انا اقدر اقنعه فيه، واقدر اقنعه بالمنتج بتاعي، لان اكيد ان المنتج بتاعي هو ليه منافسين. طبعا. تمام. فازاي انا اقدر ادخل المنتج، ازاي انا اقدر ادخل المنتج بتاعي قدام المنافس؟ تمام. فده لوحده ليه طريقه وليه اسلوب وليه تعامل، حتى لو العميل هيرفض من مره او هيرفض الثانيه او هيرفض الثالثه، انا من المفترض اني افضل ورا العميل عشان خاطر ان انا اقدر يعني ادخل المنتج بتاعي منتج شركتي. برافو عليك، جزاك الله كل خير عن الكلام اللي حضرتك
بتقوله. طبعا بشكر حضرتك جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك، انت منور الدنيا طبعا، وانا بشكرك طبعا. بيتكلم على كلام مهم جدا وكلام فاليبل جدا طبعا. احنا عشان بس ابراهيم احنا نبقى متفقين ان المحاضره اصلا هي مدتها نص ساعه، فهي عباره عن ايه؟ محاضره تعريفيه زي ما احنا قلنا كده. احنا هنعمل بقى كورس في التفصيلات كامله كويس وبالتيلور، واحنا بنعمل برضك في محاضره تانية بنعملها كل يوم جمعه، وفي ناس زمايلنا حاضرين هنا بدون ذكر اسمائهم يعني بيحضروا معانا كل يوم جمعه. كل يوم جمعه دي بتبقى محاضره على زوم مختصره على الناس اللي هم الاكزيكتيف، الناس اللي هم المديرين او الناس اللي هم عايزين يوصلوا لحته بعيده في الحياه كويس، ونتكلم بقى على جزء ماركتنج، ونتكلم على جزء سيلز، ونتكلم على جزء مانجمنت. فانا بشكرك طبعا على مداخلتك ويعني ومنورنا على طول كده، ويا ريت يعني تتابع على طول كده معانا الحاجات اللي احنا بنعملها. حد تاني عايز يقول حاجه شباب؟ شكرا يا حبيب قلبي. يبقى احنا كده عن ايه؟ في جروب يا جماعه احنا عاملينه على التليجرام بنفس الاسم دكتور عطيه بالعربي والانجليش، خشوا اعملوا فولو ليه، وفي عدد كبير جدا من الناس. المحاضرات دي كلها موجوده على اليوتيوب. كورس مهارات البيع ده احنا خلاص فاتحين باب التسجيل فيه، فالناس اللي عايزه تسجل وعايزه تبعت لي على الانستجرام او تبعت لي على الجروب بتاع التليجرام، وهيبقى عباره عن ثلاث محاضرات على زوم، كل محاضره ساعتين، وطبعا في شهادات معتمده فيها، وهيبقى ليه سعر كده، سعر بسيط جدا للناس الايه الغاويه واللي عاوزه تحضر تحضر معانا طبعا. وانا بشكركم وبشكر كل الشباب الجميل اللي حضروا معايا سواء هنا على زوم او على التيك توك او على الانستجرام، وجود لك وربنا يوفقكم. لو حد عايز يقول حاجه انا احب اسمعكم. يعني تحب تقول حاجه تامر قبل ما اقفل؟ صراحه دكتور انا حابب اشكرك جدا بصراحه، يعني انت فرقت معايا كتير، والشهاده لله قدام الناس كلها بصراحه. انا علمت منك كتير جدا، فرقت معايا جدا في شغلي بصراحه، ربنا كرمني ووفقني بعد ما حضرت لك محاضرات كتير. حقيقه بشكرك من كل قلبي كده. شكرا لله طبعا، انا اللي بشكرك وبشكر كل الجميع، وبشكر حضرتك طبعا على مصابرتك وعلى ناس كتير قوي كانت بتقعد تقول لي عم عطيه انت مجنون، انت راجل يعني المفروض تشتغل في حاجات تانية خالص، ما تبقاش موجود على تيك توك. تيك توك ده بتاع الشباب اللي هو يعني الليبسينج والحاجات اللي هي يعني ان اكسبتد او حاجات زي كده. بس اللي انا قلته بس حاجه كويسه، اللي انت النهارده لو انت عندك العملة الجيدة بتطرد العملة السيئة، يعني لو عندك محتوى، عندك حاجة كويسة بتحاول تقدمها للناس، الناس المحترمة والشباب الجمال، كل الناس اللي حاضرة في كل البلاتفورمز المختلفة بيبتدوا يدوروا على ازاي هو يستفيد بوقته، لان وقتك هو كده كده بيتحرق على البلاتفورم دي. فانت النهاردة احرقه بقى بس استفيد، اتفرج على الهجس بس اتفرج على الحاجات اللي برضو كلي المفيدة اللي ممكن تؤد فاليو للجميع. انا بشكركم جميعا، وكل سنه وانتم طيبين، عام سعيد عليكم وعلى اسركم، وان شاء الله نتقابل في كل خير، ونتقابل على سلامه، ونتابع بعض بقى كده على جروب التليجرام.